عسلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي روتين جديد. اول حاجه ناخذ من وقت لوقت نصلي على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم ان شاء الله كيف ما تشوفوا رجعت لكم بروتين، ما نحكي لكمش روتين على قاعده. كيف ما شفتوا يعني بعدك المرمى لازم نبدا ننظف بشوي بشوي باش نحيا كل التراب الزايد والسمن الابيض اللي طاح في القاعه هذاك. وبالطبيعه عندي اذا تبدا عندي حاجه بلاصه هكا مش منظمه ولا حاجه ننظمها. لهنا الروتين نتاعي اليوم في البلكونه كيف ما تشوفوا باش ننظف باش ننظف البلكونه وباش ننظم كل المار او الخزانه ولا كيفاش كل واحد كيفاش يسميه باش ننظموا حصيله. ولهنا باش نحضر معاكم كيف ما تشوفوا غريبه زاده، غريبه سهله وبسيطه نتاع شربان قهوه في عشويه هكا، ولا كي يجيك ضيف على غفله تنجم تحضرها في دقائق. هذه غريبه الكريم شانتيه، ونخليكم مع الفيديو تبعوا التفاصيل نتاعو ما تبعدوش بعيد باش تشوفوا طريقه تحضير الغريبه هذه كيف ما قلت لكم. كيف ما تشوفوا لهنا عندي هذه البلكونة حاصلة داخلة بعضها، عندي زادة الخزانة في وسطها دخلناها بعضها كي جاي باش يهبط كل شيء، رجع كل شيء بالمقلوب حصيله. هذا كل باش تنظم باش ننظفها. هذه عندي لهنا العولة والعجين وكل حكاية الفحات كلها وكل الموالح حصيله كلها حاطتها لهنا. هذه كلها باش تنظم كلهم صح. لهنا هذه اللي بابيي حصيله نحطهم لهنا. هذا زادت البابز الفارغين وحصيلو اكل الحكايات حصيلو. هذا كله لازم ينضاف توا، والدبابز اللي خرجتهم هذوك نرجعهم لبلاصتهم، وهذا يتنظف كله يتمسح ويتنظف حصيلو. اليوم النهار باش نعدي لهنا في البلكونه ولازمني نسيقها القاعه نتاعها خاطر تعبت لي بالتفش والكسيمان الابيض حصيلو. هذا ثوم شريهو لي الصباح باش نعلقو باش يبقى لي لبس عليه الشباك زاد كيف ما تشوفوا حصيلو. ما نحكي لكم مش مرمى، ما هي مرمى. هذا كله لازم ينضاف، لازم كل حاجه ترجع لبلاصتها. نبدا ننظف بشوي بشوي المحل اللي مازالت المرمى ما كملتش، اما كمان لهنا في البلكونه يعني كملت كيما نقولوا. هذا اللي ننشر عليه الحوايج هذا زاد نحاهولي من هنا خاطر لهنا يجيني فوق فوق الكليماتيزور بالضبط، يعني باش ترسي لك الحوايج القصيره حوايج ايلين مثلا فوق الكليماتيزور ننشرهم، والحوايج الكبار ننشرهم في البارتي هذيا. المهم هاكم معايا في الفيديو هذا ان شاء الله باش نشوفوا شنو باش نعملوا بالضبط حصيلو، ونشوف شنو باش نطيب. صدقوني مازلت مانيش مقرره شنو باش نطيب حصيلو، لازمني قبل كل شيء لازمني نركح امور البلكونه باش ما تبقاليش هكا حصيلو. لازمني كل حاجه نرجعها لبلاصتها. ما نحكي لكمش اللوطه تحت الخزانه هذيك تحت اكل الكوبو كما يسموه حصيلو، كل نقولوا نحنا كالفلين هو حاجه كالخفاف حصيلو يعملوه في الحيوط. الدنيا معبية لازمني نصب تحت هالماء هذي كلها لازمها تتسيق حصيلو، القاعة لازمها تتسيق. المهم هاكم معايا في الفيديو هذايا ونشوف شنو باش نعملو بالضبط. لهنا كيف ما تشوفوا اول حاجه باش نبدا بها اللي هي الكنسان نتاع البلكونه، لازمني نكنسها نحي منها كتفاش الزايد الكل. كيف ما تشوفوا وبالطبيعه عندهم لهنا في تركيا عندهم الحيوط يبدو معمولين بالكل فلين ولا كيفاش حصيلو، لازمني القاعة لازمني نقنصها بالباهي باش نخرج التفش هذيك. لهنا يسموها كيفاش نقولوا لها نحنا كارتون بيير ولا كيف، مش كارتون بيير دوار كاد ولا كيفاش يعني حيط الكارت نتاع الحيط كل عرفتوه الخفيفة اللي يجي مع الفريجيدير ولا يجي مع تلفزة ولا حاجة كله بيبدا ابيض، اما ذي اخشن منه يعني النوعية نتاعو اخشن منه هو. تتحط في الحيط يعني علاش تتحط في الحيط باش ما تعملش البرودة في الدار، يعني الدار ما تبردش. الحيوط نتاعو هكاك يبدا الياجور نتاعهم جويد يعني صغير، وفي نفس الوقت فيه الكارت هذيك يعني فيه الماتيير هذيك باش الدار ما تبردش، يعني تبقى ديما الدار محافظه على نقولوا نحنا على السخونيه نتاعها. هذه بالنسبه للحيوط الداخل راهو، ومش كل الحيط راهو، مش يعني الحيوط الكل كيف كيف خاطر تعرفوا توا اكثريه الديار فيها كل نقولوا نحنا كلوبسيون ولا كيفاش نتاع الزلازل، يعني ما لازمش يكثروا منها. اما الاكثريه هذيك تلقاها يا اما في السقف والا في الحيوط اللي فيها نقولوا نحنا فيها العرس، يعني تبدا الحيوط هذيك معتمد عليها العرس ينجم يحطوا فيها الكارت هذاك. اما حيط يعني ما فيهوش عرصه يعني بعيد العرصه على البارتي هذيك ما يحطوش فيها، يعني يحطوا ياجور. كيف ما شفتوا اول حاجه باش نبدا بها الكنسان كنصت، ومن بعد باش ننظف الطاوله هذيك نمسحها بالباهي.
وبالطبيعه الشباك زاد لازمني نمسحه بالباهي، كل حاجه لازمني نرجعها لبلاصتها يعني نمسح بالباهي، وكل بيدن اللوطه هذوكم تاع المالح تاع الزيتون وكل الترشي حاصيلو عندي بيدن اللوطه لازمني نلقى لهم حل هذوكم. لازمني نخبيهم من غادي، لازمهم يختفوا حاصيلو. مبدئيا تو ننظف الكوجينه، سامحوني ننظف البلكونه ونحطهم هكا فوق الطاوله مبدئيا لين نلقى لهم حل ونشوف لهم كيفاش باش نرجعهم لبلاصتهم. بالطبيعه ننظم الخزانه يعني بعد ما مسحتك الطاوله هذيك باش نفرغ الخزانه هذيك الكل، كل شيء اللي فيها نفرغه، خاصه انك العوله هذيك واحد يتفقد شنو عنده شنو ما عندوش، خاطر هي ديجا الدنيا تسخن ساعات هكا تبدا البلكونه سخونه، تعرف في القويل في الصيف سبحان الله الواحد يشوف اش عنده واش ما عندوش، يشوف الزيد يشوف حاجه فاسده ولا يتفقد حصيله تريكنو كيف ما تشوفوا. على فكره ساعه ساعه هكا راني يعني مره في الشهر راني ننظمها الخزانه هذه، وفي ساعه ترجع تدخل بعضها. علاش؟ وقت اللي نقضي مثلا قضيت شهر نبدا مزروبه ولا عندي، وخاصه في التو في البريود هذه وقت اللي حمويا مريض بصراحه ما عنديش وقت اصلا باش نقولوا نحنا ما عنديش وقت لا باش ننظف لا ننظم لا نوسع بالي، مش حتى على التنظيف التنظيم يعني ما عنديش وقت باش ننظم ونوسع بالي. علاش؟ خاطر نهبطوا اللوطه مثلا باش نحط فطور الراجلي ولا حاجه باش ياكل حاجه نسمعوه يعيط، نقوموا من تصوروا وانتم نقوموا من الطاوله نعاودوا نطلعوا له لفوق. ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه وكاهو الواحد، ربي يخفف منزل وكاهو الواحد باش يقول. المهم نخرجك الحاجات اللي عندي هذيك كلها كيف ما شفتوا، وننظم بالطبيعه ننظفها يعني نمسحها بالباهي بالماء وجافيل كيف ما تعرفوا، لازم مسحه باهيه ويبقوا يتهوى كل البلاكارات هذوكم ولا الخزانه هذيك تبقى تتهوى شويه يدخلها الهواء، ومن بعد باش نرجع لها الحاجات نتاعي يعني كل الحاجات اللي مخبيين فيها هذوكم نرجعهم. وبالطبيعه المعون وريته لكم ديجا في الفيديو السابق، وريته لكم قلت لكم محطوط في الطاوله اللي في الكوجينه، هذاك المعون اللي في البارتي الفوقانيه. المهم باش ننظف من الساعه ننظفها الخزانه، ننظف البارتي هذه نتاع العوله نتاعك العجين وكل الحكايات هذيك، نحط فيها الحقيقه نحط فيها المقرونه نحط فيها كسكسي كي يبدا عندي سميد، مثلا دقيق نتاع فارينه ولا دقيق نتاع قمح حصيلو كي نبدا عندي هكا حاجه نتاع عوله نحطها غادي. المهم كيف ما تشوفوا اول حاجه باش نبدا بها هي المسحه من فوق، وانا هابطه اللوطه بالطبيعه لازم كل شيء نمسحه بالترتيب بالطبيعه، نمسح بالباهي. على فكره الترشونات راهم بالماء والجافيل، ها وين بحذايا الريسبيون هذيك حاطه فيها ماء وجافيل، وبالطبيعه بحذايا المنشفه الاخرى يعني نقولوا نحنا مبلوله بالماء هي اللي ننظف بها يعني نمسح بها كل الرغوه نتاع جافيل كيف ما تعرفوا، وبالطبيعه واحده اخرى نشيح بها، يعني ثلاثه ترشونات نستعمل فيهم، واحده بجافيل وواحده بالماء والاخرى ننشف بها. بالطبيعه باش نخليهم هكا محلولين يتو، كيما تعرفوا ريحه الجافيل تبدا قويه لازمني نخليهم يتو باش تخرج منهم ريحه الجافيل، واصلا ما تردش على الحاجات اللي باش نحطهم. المهم كيف ما شفتوا هذه البارتي الفوقانيه ننظفها هذيك الساعة الأولانية، خاطر البارتي هذيك نحط فيها العولة يعني نحط فيها الصوص نتاع الطماطم ونحط فيها أنواع الترشي في الحكوك الصغار، والبارتي اللي ننظف فيها توا هذيك اللي باش نرجع لها المعون نتاعها المعون اللي جبته من تونس هذاك، وعندي أطبقة نحط فيهم غادي الحقيقة خاطر ما نستعملهمش كل يوم، يعني الحاجات اللي ما نستعملهمش كل يوم نحطهم غادي في البارتي الفوقانية هذيك، لازمني نمسحها بالباهي ونرجع لها كل شيء. الحقيقة السيرفيس هذاك جبته من تونس والله صدقوني لا حليته لا استعملته حتى نهار، هو نتاع فخار عطته لي أمي، عندي أنا الفخار لا محالة، أما الفخار اللي عندي نقولوا نحنا السيرفيس اللي عندي كبير. ولد امي عطتني هذاك خذيته جديد حصيله مارون اللون نتاعو، ولد عطتولي قالت لي هز هذايا خاطر انتم عائله صغيره هز هذايا، بطبيعتنا ما نستعملوش برشا يعني. المهم كيف ما شفتوا بعد ما نظفتهم هذوكم خليتهم كيف ما شفتوا محلولين باش يتهووا، وتو هبطت اللوطه باش ننظف البارتي اللوطانيه هذيك اللي نحط فيها العوله كيف ما تشوفوا بالترتيب كل حاجه في بالترتيب، ننظف كل شيء وبعد ما ننظف بالطبيعه ويتهوى البلاكار نتاعي باش نعاود نرجع له يعني الحاجات نتاعو يعني القضيات نتاعو بالطبيعه نرجعهم له، تو تشوفوا كل شيء بالتفصيل. نكمل لهنا كيف ما تشوفوا التنظيف يعني ديما نحط الحقيقه ديما نحط هاك التورشون هذيك نعبيها برشا بالجافيل. انا الحقيقه ما نكذبش عليكم اذا ما نشمش ريحه الجافيل في الدار معناها راني ما نظفتش، الحق نتاع ربي كل واحد وكيفاش كل واحد واستناسه كل واحد وطريقته كل واحد ونقولوا نحنا وطبيعته. اذا ما نشمش ريحه الجافيل في بيت البانو ولا في الكوجينه ولا في بلاصه مثلا باش ننظف الحقيقه نقول ما نظفتش، الحق نتاع ربي. ما عدا مثلا الصاله ولا مثلا القاعه كي باش نمسحها راني نمسحها بالبرودوي نتاعها بالطبيعه، لان كيف ما شفتوه بط اللوطه باش ننظف هاك البارتي هذيك خاطر وصلت لي يعني اللوطه نجم نخلط، ديما مشكلته مشكله للعبد القصير ديما مشكلته مشكله كيف ما تشوفوا، استعملت حتى السلوم استعملته وباقي قصيره باقي ما وصلتش حصيله. المهم
ننظف كل شيء كيف ما تشوفوا، باش ننظفك الخزينه الكل لازمني الكل هننظفها وننظمها باش ترجع كيف ما كانت قبل وخير بالطبيعه. وكما تعرفوا توا العيد الكبير قرب، ماذا به الواحد ديما يلم تراكنه. واصلا انا الحقيقه ما نكذبش عليكم، الدار ديما العباد تمشي وتجي، اصلا ما لقاش وقت باش ننظف، يا اما نفيق الصباح بكري ننظف، والا العشيه مؤخر مثلا نستغل الفرصه اللي باش نطيب فيها العشاء، الوقت اللي باش نطيب فيه العشاء ننظف، نبدا نطيب في العشاء وننظف فرد وقت. كيف ما شفتوا بعد ما كملت الخزانه هذيك رجعت كل شيء لبلاصتو، نسيق القاعه كيف ما شفتوا، صبيتك الجافيل اللي استعملته هذيك نظفت به هذاك صبيته هو الاول، ومن بعد زدت جافيل كيف ما شفتوا بدون فدايه الاخضر هذاك نستعمله بصراحه ما نبدلوش، شكل الديموستوس هذاك ما نبدلوش اصلا ريحته بنينه جافيل وفي نفس الوقت يراغي يعمل الرغوه. المهم البارتي هذيك نتاع الحيط اللي تشوف فيها نحك فيها هذيك ديما راجلي عامل فيها، ديما كي يكب مثلا التاي ولا حاجه في البوباله حشاكم ديما يتنطر الماء نتاع التاي، حاسيلو ديما البارتي هذيك حمراء، قد ما ننظف قد ما ننظف وديما يوسخها، ديما الحق نتاع ربي ديما نحكها البارتي هذيك. ولهناك ما تشوفوا نسيق القاعه هذيك اكل التفش نتاع الكاردون كيف ما قلت لكم هذاك اللي منحي من اللي تنحى من الحيط هذاك، حاصيلو يطح من الحيط هذاك لازمني الكل نخرجه من تحت الخزانه هذيك خاطر الكل تكادس لي في تحت الخزانه، لازمني نلمه ونحطه في البوباله بالطبيعه. وكيف ما شفتوا بالطبيعه نحكك القاعه نحكها باش يتنحى منها السيمان الابيض هذاك، نحاولك الغطاء هذاك نتاع السيفونه والا الرقاره كيف ما نقولوا نحنا باللهجه العاميه نتاعنا، نحاول نحلو هذاك باش يخرج منه باش نحي التفش هذاك في نفس الوقت يهبط، ولو التفش الزايد هذاك نزيد نتخلص منه ونحطه في البوباله كيف ما قلت لكم. لهنا بالطبيعه نمشي ونجي نعبي في الماء، شفتوا واحد كي يبدا وحده ونحي الحشاكم الشلاكه نحيها لبرا، علاش خاطر الشلاكه مبلوله والكوجين تعرفوا القاعه نتاعها لوح، يعني ماهيش بارتير كيما البلكونه. لهنا في داري كامله، تصوروا انتم في داري كامله، عندي البلكونه هذه بارتير وعندي تيراس بارتير والا البيت البانو الفوقانيه واللوطانيه بارتير، الباقي الكل راهو لوح. ما تستغربوش علاش امال ما تسيقش مثلا ولا كيما تزرزيق الماء في تونس، راهو لهنا القاعه راهي لوح، هذه المشكله. علاش؟ اولا القاعه لوح، نمسحو مش ما نمسحوش بالطبيعه، ننظفو بالاسبيراتور وبعد نعدو نقولو نحنا نعملو هكا مسحه خفيفه خاطر القاعه ديما نظيفه الحق نتاع ربي خاطر مفروشه، وفي نفس الوقت وتعرفوا ديجا تعرفوا حتى طبيعتهم هما الاتراك ما يدخلوش الدار بالصباط، هذاك علاش الدار ما توسخش راهي، حتى ولو توسخ غبره داخله من الشباك مش معناها غبره جايه من برا. البلكونه سيقتها، صبيت الماء بالطبيعه، هذوما الماعون رجعتو لبلاصتو اللي كان فوق الطاوله لداخل بالطبيعة، شفتوني مسحت بالباهي، هذه البارتي اللي فيها نحط فيها الصوص، هذوكم الدبابز الفارغين حطيتهم غادي، هذوكم إن شاء الله باش يتعبوا في الصيف كان عشنا. ولهنا بقيت الصوص اللي بقيت لي هي والكرنب الأحمر هذاك اللي عملته، هذي زادا لهنا شوية دبابز فارغين، هذوما نورمالمون متاع حلو ماهمش متاع طرشي، هذوما متاع الحلو، كي نعمل حاجة حلوة هكا خفيفة كيف ما شفتوا. هذوما الساشيات نتاع الحشاك من البوباله عندي لهنا مخبيتهم عطرشيه ومزهر مخبيتهم في الظل لهنا، هذه البارتي نتاع المونه كيف ما نقولوا، هذه مبدئيا اللي ما قضيتش الحقيقه ما زلت ما قضيتش بالباهي، هذه الموجود يعني هذوما المتوفرين حاليا، هذوما الطبقه السيليكون هذا خذيته المره اللي فاتت خاطر الاول فسد لي طيشته، هذوما تعطين ولهنا هذوما كليمول الصغيرين نتاع التارت وكل الحكايات هذيك الكل نعبيهم لهنا في البلاستيك وننظمهم، هذا يزيد كيف كيف. لهنا عندي التالي عندي تابل وكرويه كعب مخبيته غادي هذاك باش ننظفو زاد بالطبيعه خاطر مازال عندي الفاحه هذيا من الشجره نتاعي، شو اسمها ورق الرند، عندي شجره نتاع رند غرستها لوطا، هذا اكل الحشايش حاصيلو نستعملهم وكل الحكايات هذيك تبدا في الصاشيات، عبيتهم الكل هنا باش يبقوا هكا منظمين وفي نفس الوقت نحميهم من ما كل اللي نقولوا نحنا مسوسه ولا حاجه تدخلهم مش هكا سوسه ولا حاجه. البارتي هذه اللوطانيه بالطبيعه شفتوها، هذه الفاح نتاعي اللي عملته، هذه الطماطم معجونه وراها فلفل معجون زاده كيف كيف، هذه شوربه ديما نعملها في الصيف الحقيقه، هذه الزيتون ملحته معاكم قبل وريتكم الطريقه، هذه البيتراف مملح وراها الفارينه، فارينه في صاشيات يعني ما تبلش ما يصير لها شيء، واللوطه هذاك الترشي انواع الترشي حصيلو، هذه الزيتون جبته من تونس تصوروا اقسم بالله عنده توا قريب العامين وشوفوا كيفاش قاعد كيف ما هو ما صار له حتى شيء، هذيا نورمالمون في تونس ناكلوه مع الفرفوشه مع الحاجات مع الكسكسي الحكايه هذيك، هذيا زاد وريتكم الطريقه نتاعو عام ناول، هذيا زاد الطرشي كيف كيف، هذه البسيسه
البيدون الكبيره ها هو التالي. هذه طماطم ترشي زادا، هذه عندي هذه رز نتاع تونس التايلاندي هذاك جبته من تونس هذايا، زادا عندي محطوط في الدبوزة بلار ما صار له حتى شيء. هذه البارتي نتاع العولة حصيلو، هذه زادا باكو قهوة نتاع تونس هذاك فيلتر تصوروا مستحفظة عليه قسما بالله كان نلقى شكون مروح توا نبعث لأمي. ولهنا هذايا لي بابي كيف ما شفتوا، هذه البابي تواليت حشيكم، وهذوكم البابي كويزين هذيك والبابي سيرفييت كيف ما شفتوا. لهنا هذوما باش يتحطوا اللوطه، هذوما ورق العنب هذايا، هذايا ترشي زادا، هذايا الزيتون الاخضر، هذيك زادا ترشي الثاني، وهذيك الزيت النباتي نحطهم لهنا نسطفهم اللوطه لهنا. ما عنديش بلاصه الحقيقه، غادي نستنى باش يعمل لي خزانه اخرى تحت الدروج. كيف ما شفتوا نظفتها امورها واضحه كيف ما تشوفوها، حتى الرخامات البرة مسحتهم ونظفتهم امورهم واضحه. بالطبيعه سيقتها باش خليها هكا تنشف من غير ما جبدت الماء الحقيقه، خاطر نعرف راجلي باش يعاود يمشي ويجي باش يزيد يدخلها بعضها. خليتها كيف ما هي هكا، من بعد وقت اللي باش يرقدوا هما نعملها مسحه باهيه ونفرش لها التابي نتاعها ونرتاح من هذه البلكونه ونكون ارتحت منها. كيف ما تلاحظوا الحمد لله مازالوا كان الغرابل والغرابل واكل الطبقه نتاع البقلاوه باش نحطهم الفوق فوق الخزانه، بالطبيعه مساحتها قبيله باش نحطهم غادي في بلاصتهم الفوق باش يبعدوا عليهم، نفرغ الرخامه باش تبقى فاضيه ونرجعهم لبلاصتهم. كيف ما شفتوا هذا روتين اليوم كيف ما تشوفوا، وتو باش نتعدوا مع بعضنا باش نشوفوا كيفاش نطيبوا منه فطور منه عشاء حصيلو، نشوف نطيب حاجه. والله ما انا مازلت ما نعرفش الحقيقه، مازلت مانيش مبرمجه، نشوف شنو باش نطيب حصيلو. هاكم معايا في الفيديو هذايا وان شاء الله يكون خفيف عليكم، ونتعدوا توا باش نحضروا مع بعضنا حاجه باش ناكلوها. بالطبيعه حاجه نتاع زربه بالطبيعه ما تشدش برشا وقت، ولو اني في مخي حاجه اخرى يعني الحقيقه عندي برشا شهيتها ونقول لا ما نجمش توا حاليا. وايلين مكبشه تحب تاكل النواصر حصيلو، ما نعرفش يمكن نطيبها يمكن لا حصيلو. المهم هاكم معايا في الفيديو ونشوفوا شنو باش نعملوا من بعد. ولهنا كيف ما تشوفوا بعد ما كملت الروتين هذاك يجيني ضيف على غفله كيف ما تعرفوا. لهنا قررت اني باش نعمل غريبه، عندي 3 كيسان فارينه وكاس غير ربع كريم شانتيه بالنكهه نتاع الكاكاو، وعندي كاس زيت نباتي، يعني 3 مكونات فقط باش نعملوا بها احلى غريبه واسرع غريبه تنجموا تحضروها. لهنا باش نحط النواشف كيف ما تشوفوا، نصب الفارينه باش نصب عليها الكريم شانتيه كيف ما تشوفوا. وبالنسبه للناس اللي تحب الغريبه الحلوه تزيدوا معاها فنجان نتاع قهوه سكر محور، يعني بالنسبه لي هذه ايديال، خاطر اللي باش يشرب قهوه باش يشربها حلوه ويحط فيها السكر، والا خاطر الاكثريه ما يحبذوش هكا الغريبه الحلوه برشا. انتم تنجموا كيف ما قلت لكم تضيفوا فنجان نتاع سكر محور مع الخليط هذايا، تجيكم غريبه بنينه على الاخر وحلوه. انا خيرتها ان تكون هكا بطبيعتها، خاطر الكريم شانتيه هذه محلات يعني فيها نسبه من السكر. نخلط هكا النواشف هذيك كما تشوفوا اللي هي 3 كيسان نتاع فارينه وكاس غير ربع كريم شانتيه، ولهنا باش نزيدوا الزيت النباتي. تنجموا تعوضوا بزيت زيتونه راهو، اما ننصحكم زيت نباتي علاش، خاطر تجي خفيفه يعني بزيت نباتي تجيكم اخف. بطبيعتها هي باش تطيب في الفور، يعني ما فماش فرق بين زيت زيتونه والزيت النباتي. نبدا نزيد فك الزيت بشوي بشوي لين الخليط نتاعنا يتلم منا. بالنسبه للفارينه كيف ما قلت لكم الفارينه راهي تفرق من فارينه لفارينه، تنجموا تحطوا الكريم شانتيه وتحطوا معاه الزيت وتبدوا تتبعوا بالفارينه بشوي بشوي لين تتلم لكم الغريبه نتاعكم، تتلم بالباهي وتولي لكم يعني شاده روحها، ما تكونش يابسه برشا وما تكونش طريه برشا، خاطر الطريه راهي تذوب لكم في الفور واليابسه برشا راهي تجيكم حجره ما تتاكلش. المهم كيف ما تشوفوا نخلط الخليط هذاك اللمه نتاع الغريبه، وبالطبيعه بعد ما نكملها لهنا كيف ما تشوفوا هذايا القوام نتاع الغريبه نتاعي، تجينا العجينه نتاعها كيما عجينه السابلي بالضبط، ما تكونش العجينه يابسه برشا وما تكونش طريه برشا، يعني باش كي نحاولوا نشكلوها هكا بالطريقه هذه تتشكل لنا الغريبه نتاعنا. حطيت الفور يسخن على 180 درجة، خاطر مش باش نطيبوها برشا، هذيا تقريبا 15 دقيقة وتبدا حاضرة. حطيت الفور يسخن على 180 درجة ونجيب توا طبق الفور مفروش بالبابي كويسون، ونبدا نشكل في الغريبة نتاعي. كيف ما قلت لكم الغريبة هذيا راهي تحضر في دقائق، صدقوني تبدا حاضرة في ساعة تخلطها وتطيبها من غير لا ماكينة من غير حتى شيء من غير تكسير راس.
لهنا كيف ما تشوفوا نهز بشوي بشوي، يعني الحجم يبقى اختياري لكم انتوما، تنجموا تشكلوها باي شكل اخر تحبوا عليه، تنجموا زاده مثلا كي يبدا عندكم اشكال اخرى تنجموا تغطسوا في الفرينه وتطبعوا من فوق، يعني كي يبدا عندكم كما الطابع تنجموا تغطسوا في الفرينه الطابع هذيك وتطبعوا فوق الغريبه هذيك يجيكم شكل مزيان. انا نعملها الحقيقه ساده هكا خاطر نتاع زربه كيف ما قلت لكم، يعني الضيوف جوني وقاعدين الفوق التي قاعد يطيب، يعني مع التي بالضبط، يعني تطيب مع التي بالضبط، الغريبه هذه تطيب هي والتي بالضبط، صدقوني في ساعه في ساعه تحضر. تنجموا الغريبه هذه بطعم الكاكاو تنجموا تعوضوها بالغريبه العاديه، سامحوني الكريم شانتيه بطعم الكاكاو تنجموا تعوضوها بالكريم شانتيه العاديه البيضه، اما المهم تكون محلات، واذا ما تكونش محلات تزيدوا السكر حسب الذوق، يعني تنجموا تذوقوا بالطبيعه ما يصير لكم شيء، يعني تهز هكا حاجه في طرف فوق فوق طرف صبعك كيما نقولوا وتذوق بلسانك، يعني تشوفها حلوه ولا ما فيها بس. كيف ما تلاحظوا نشكل بالطريقه هذه وانتم تشكلوا بالطريقه اللي تحبوا عليها بالشكل اللي تحبوا عليه بالطبيعه. نكمل نشكلك الغريبه نتاعي هذيك ونحطها في الفور تطيب على 180 درجه، وبالطبيعه باش نوريها لكم الشكل نتاعها النهائي كيفاش تخرج من الفور، صدقوني وتجي بنينه على الاخر وريحتها تبدا ماليه الدنيا. تنجموا على فكره تنكهوها باي نكهه اخرى، يعني تحطوا الكريم شانتيه نتاعكم البيضه وتحطوا فيها اي نكهه اخرى تحبوا عليها، مثلا النكهه نتاع بنان، النكهه نتاع نعناع، نتاع شاميه، اللي تحبوا عليه. وهذه الغريبه نتاعي كيف ما شفتوا بعد ما شكلتها نحطها تو تطيب في الفور على 180 درجه مده 15 دقيقه، ومن بعد نخرجها نوريها لكم. وهذه الغريبه نتاعنا كيف ما تشوفوا حاضره ما شاء الله، بعد 15 دقيقه بالضبط خرجتها من الفور، جوست هي تنشف ما نخلوهاش لين تشقق برشا، كيف ما شفتوا ما تشققتش خاطر لميتها العجينه بالباهي. ان شاء الله يا ربي الفيديو عجبكم، ان شاء الله استفدتوا منه، ما تنسوش تشجعوني بلايك وكومنتير وتبارتجوا الفيديو مع اصحابكم واحبابكم اذا عجبكم بالطبيعه وعجبتكم الوصفه هذه نتاع الغريبه، ونتمنى انكم تجربوها وتخلوا لي ارائكم في التعليق. ان شاء الله يا ربي الفيديو هذا كان خفيف عليكم وان شاء الله حصلت منه الفائده، وبالطبيعه نستنى ديما اقتراحاتكم، وفي امان الله.